السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحه جيده ومرحبا بكم. على العوده، طولت عليكم شويه هذه المره بعد الامور وبعد الوفاه ديال عمتي مسكينه الله يرحمها ويوسع عليها طاقه القبور، دعوا معها بالرحمه. وكنشكركم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. بديت معكم بهذا قضية اللي جيت من الخدمة، غادي ندير معكم واحد الروتين اليوم من دوك الروتينات ديال بعد الخدمة اللي كندخل من هذوك الروتينات تندخل. ومهم ومنها ندردش معكم ومنها تشوفوا تستفدوا داكشي اللي كندير. مهم مول الدار، جيت لقيت مول الدار تقدا هاد التقضية هادي، شوية ديال الفواكه شوية ديال الخضرة، كيخاص ديما شوية شوية من الحاجة. انتما كتشوفوا خدا شوية ديال العنب، شويه كليمونتين، شويه ديال الطوماط سوريز، بنان. المهم داكشي اللي باش كنقضي واحد 15 يوم هكاك، اسبوع او 15 يوم. المهم اسبوع معدنوس، حنا كيجينا بحال هكا. شويه شويه من الحاجه، مهم شويه الخيار. الطوماط سوريز ديالنا ديما عندي في الدار، كتعجبني كطوري في المطوري. او معلوم البصله الحمراء هو ما خصوش يجلس بلا بصله حمراء. تناخذ هذا الحامض الخضر حتى هو كيعجبني. ومهم وغادي نبدا ندير العشاء. جبت واحد شويه كفته اللي شرملتها، غادي نديرها في الفران هكا نقليها. المهم ما بغيتش نقليها، غادي نشويها كتجي في الفران ساهله. دغيا دغيا كتكركبيها هكا وكتديريها في لحقاش. خصني عندي واحد الكوموند اخرى جاتني اخر الاسبوع، عندي واحد الخطوبه اللي هي خصني نوجد لها يعني المسائل ديالها. خصني ندير لهم شي عشاء خفيف، دغيا دغيا زربت عليهم بالعشاء. نتوما غادي تشوفوا، بقوا معايا وغادي نكمل معكم واحد الشكل الحلوه اللي درته خفيف ظريف. عندي واحد ثلاثه ديال لي بلاطو فيهم خمسه ديال الاشكال، دي ميني بلاطو ماشي بلاطوات كبار. هاد المره بغات غير حنت مع كتعرفوا البنات، حنا راه كنا في حجر صحي في فرنسا، عاد حلوا لينا عاد حيدوه لينا، ولكن هكاك وخاص ما نقدروش نتجمعوا اكثر من 20 واحد في الدار. هاد المره مسكينه كانت معوله غادي دير شي حاجه، هي كبيره ساعه نقصت الناس دايره غير جوج طويبلات. المهم بغات تحيد عليها، تحيد عليها الشغل وتسالي المهم ودير داكشي اللي كانت ناويه غادي دير مسكينه. ايوا صافي. المهم انايا صافي ساليت كركبت هذيك، انا دابا غادي ندوز شويه الشلاضه ديال عندي سلاد موتزاريلا. تعجبكم هذه الدراري؟ المهم شي حاجه اللي هي خفيفه دغيا دغيا، يعني الناس يعرفوا يديروا هكا. ايوا صافي. المهم هي فقدت عمتي مسكينه كما قلت لكم، كانت مريضه مسكينه دغيا دغيا. المرض داها فرمشه عين مسكينه 15 يوم ما كاملاش. الله يصبر كاع افراد الاسره، كاع الوليدات، كاع وليدات الوليدات، مساكن كلشي كلشي زعما بقات فيه وبقات فينا حتى حنا. مشات مسكينه دغيا 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 مشات. المهم الوالد مسكين حتى هو تاثر بزاف. ايوا واش غنديروا، كنا ليها انا لله وانا اليه راجعون، وهم سابقين وحنا اللاحقون. اش غنديروا؟ عندنا ما نديروا، ابغى الله هادشي ديال الله، قدر الله. كناخد هاد الفورماج هذا ديال خويت شويه ماشي مشكل، ديال الترك. هو جبن ديال بحال الفيتا، غزال البنات. المهم انا تيعجبني تناخد هاد الحك هذا، فيه كيلو، هو فصل الماء كيكون بحال الفيتا وبحال جبلي، لا وي قريب بحال جبلي ديال البلاد.
المهم جمع بين وبين زوين كيعجبني انا كيجيني بحال الموتزاريلا عاوتاني، ولكن الموتزاريلا شويه قاصحه عليه. هذا مهم جاني بحال الفيتا. المهم تيجيني كنديرو مع لاصالاد، انا كنديرو مع مطيشه كيجيني زوين. وهذا تقدر ديرو به حتى دوك الفطائر، الفطائر ديال الترك هما كيخلطوه مع السابانيخ اولا مع المعدنوس، تيقطعوه مع النوس وكيخلطوه معاه وكيعمروا به الفطائر، كيجي غزال. هو ما كيذوبش البنات، الا طيبتوه في الفران ما كيذوبش، كيبقى هكاك كيجي غزال بالفطائر. المهم نتوما كتشوفوا كملت هاد الشليضه ديالي وغادي ندوز. المهم كندريسي لي لا طابل ديالي باش ما يتعشاو خويا ليا الكوزينه، باش انا نبدا ان شاء الله في الموليه ديالي، في الاموريه ديالي اللي غادي ندير ان شاء الله. ايوا المهم نتوما معايا، بقاو معايا ما تمشيو فين. كنشكركم على المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم اللي خطيكم عليا. هاد الايام اللي دوزنا شويه صعيبه، ولكن ولله الحمد، ولله الحمد على كل حال. على كل حال عندنا ما نديرو، هادشي ديال الله، قدر الله ما قدر. مهم نتوما كتشوفو كندير لها لا سيزونمون، شويه مليحه، شويه زيت العود بزيره ملي كندير شويه الزعتره. وكديري لي هذاك الشيء اللي بغيتي تخليها هكا وديري لها فينيغريت. انا تعجبني بحال هكا طبيعيه يا البنات، وكتجي لذيذه وكتحسي بداك الشيء اللي كتاكلي. اكثر الا كانت مطيشه غراب، ديك مطيشه غراب كتكون فيها ريحه زوينه وكت المهم خفيفه وطريفه. كندير شويه ديال الزعتره، المهم كنوع عليهم كتعرفوا الوليدات مساكن، نوع عليهم شويه الخل حتى هو نسيت الخل ديال البلاد البنات، كنوع باش ما كان الدراري كياكلوا. المهم دابا غادي ندريس الطابله ديال، درت لهم لي سباغيتي، سباغيتي سامبل. هاد لا صوص طوماط كنشريها جاهزه البنات، هي دايره بحال بيستو احمر مخلط بمطيشه والفرماج، كنشريها جاهزه كنخشيها هكا بالقرعه ديالها في الميكرووند، تنسخنها وكنحطها هكا ودرت معاهم ديك الكفيته وها العشاء جاهز. المهم درت لهم عشاء خفيف، ما سنيضيان ضيان نزرب عليهم باش يخويو ليا الكوزينه باش نبدا انايا شغلي. ايوا هذه هي الدنيا، هي الدنيا لان ما نديرو. المهم عشت راسي طولت عليكم البنات وقلت ندير فيديو ندردش معاكم وفين تعب باش تعرفوا عليا نيت علاش طولت وصافي. المهم انتم كتشوفوا عشا خفيف يا هذيك صافي ساليت. انا بديت نوجد العقده ديالي، درت فيها نكحتها بالبيستاش، نكحت البيستاش درت واحد جوج قطيرات كل راس المعلقه صغيره، لا هي هو مجهد والبيستاش هذا كنجيبو معايا انا من المغرب، نكحت هادو كاملين وكنحرب لهم هكا دوار دوار. كل دائره فيها 20 غرام هكاك كبيره شويه. مهم باش جايين باينين عاطين على العين باش يكون فيهم هاد الحجم هذا، تقدر تصغري صافي. كنستمر بحال هكا حتى كنعمر البلاطو ديالي. هي انا عندي ثلاثه ديال كما قلت لكم ديال لي بلاطو صغار صافي. دغيا كنحرب لهم دغيا كنكملهم دغيا. هي شنو هي الحلوه ديال اللوز ديما كخصك تسناي حتى الغدا عاد كطيبها، خلاص خصها تنشف خصك تعطيوها اكثر، يعني كتكون منقوشه وكتكون مخدومه كتسكي خصك تسناي.
تسني ضروري تسني حتى اللي عاد كطيبيها باش كتدخل فيها ديك النقطه زوينه. المهم انا ما غاديش نطيبها اليوم تربط لي، وغادي ندير لكم عاوتاني فيديو اخر ديال الطياب وجهيزات ديال لي بلاطو. هانتوما البنات خص باش تخدموا عاوتاني خصكم الورقه ديال العجين اللي هي بحال ديال الكابوزيل، وكيخصكم هذا باش ترشموا وهذا باش تقطعوا، والمنقش يكون فداك يكون بحال معوج. المهم كدوزها على جوج، كديروها عاوتاني على أربعة، كتكملوا ما بين خمسة وستة، ما خصهاش تجي رقيقة عاوتاني بزاف حيت غادي تنشوها هكا. تستمروا صافي، وكتبقاو تقطعوا دوك الدائرات، كل دائرة غادي تجي واحد بحال هكا، خليكم تشوفوا معايا صافي. كنخلو هذيك على جنب، وكنديرو كل دائرة فيها عجين، كنغلفوها مزيان. قربت لكم باش تشوفوا مزيان معايا، صافي ماشي مشكل. حتى كان من تحت كيبان شويه هاد الخضر ماشي مشكل، هي راه ما غاديش. المهم انا المهم كتغلف فيها هانتوما كتشوفوا صافي، وكترشميها كتاخدي هاد الرشمه هادي كطبعيها تحاول نقرب لكم نزومي لكم شويه ساعه الزوم ما باش يخدم ليا. مهم هنا غادي نقرب لكم، ها انت كتعطي هذا الشكل هذا نعاود لكم وحده اخرى كنزيدو نحركو شويه باش نعطيوها طوح، وكنرشموها عاوتاني هكا، وكتعطيكم هاد الشكل هذا. وكناخدو داك المنقاش ديالنا وكنبداو نقشو هكا باش كتعطيكم، غتجيكم كيشغل الوريضه. كل جهه كنديرو فيها ثلاثه ديال هكا، وكنبقاو غادي غادي وكتعطينا هذا الشكل هذا هانتوما كالوريضه. كتقدري ديري في الوسط وريضه ولا عقيقه ولا لوزه، اللي عجبك اللي اختيارك. انا غادي ندير عقيقه، المهم كنستمر بحال هكا حتى كنكمل. صافي كنبقى هكا غادا، نعاود لكم عاوتاني وحده اخرى كنكمل معكم هادشي كامل على نفس الخدمة اللي درت ليها في الاول. شوما درت معكم وعاودت معكم باش تشوفوا
الطريقه مزيان مزيان. عاود عاوتاني نقش كل البلاصه كندير فيها هاد النقشه هاد باش كتعطيني في الاخر وريضه. ماشي مشكله تقطعت لكم راه داك هو التزيين، الا تقطعت كيبان داك الخضوره في الداخل من غادي يطيب غادي تشوفوا كتجي بحال ديك الوريضه مفتحه. نتوما تشكيل رائع. يلا صافي من دابا ملي كنساليهم تنخليها حتى لغط، يعني كندير بزاف بحال هكا وكنقلبها لكم بحال هكا باش تشوفوا خدمت بزاف. كنغطيهم بداك الفيلم اليمونتير باش ما ينشفوش ليا الحقاش، الا نشفو صافي ما تقدريش تنقشيهم كيبقاو يخسروا لك. انا دابا انا عملت هكا بزاف حطيتهم قدامي صافي وبديت نقش وحده بوحده باش كتسهل لك الامور وكت كتديري في اسرع وقت. صافي يعطي بحال هاد التشكيل هذا. صافي كنخليوهم ينشفوا نخليوهم ينشفوا حتى لاغطي وعاد كنطيبو. انا خدمت هاد الورده وخدمت كعب غزاله. كعب غزاله قلت ما كاين لاش نوريكم راك شفتوه في المرافه، قلت نشارك معكم غير هاد الوريده. صافي ملي ساليت الخدمه ديالي خليته درت البلاطو ديالي خليته ينشف حتى لاغط لي ان شاء الله وغادي نطيبوهم. المهم حتى الفيديو المقبل وغادي نشارك معكم طياب وتستاف في البلاطو ان شاء الله هاد الحلويات كاع اللي درت لهاد المراه هادي. وغادي مازال نوريكم التجهيزات ديال الخطوبه ان شاء الله، لانه باغيه طياب وباغيه الحلويات وغادي نمشيو عندها ان شاء الله في الدار ديالها وغادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش ندريسيو لي طابلو. وخليكم معايا ان شاء الله. المهم كنتمنى لكم ليله سعيده والى الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلامه.